تتراوح ب 6 مليون جنيه في السنه على مده 10 سنين، توصل ل 100 مليون جنيه في الاخر. يعني الاستثمار المباشر لداخل الوزاره من 6 مليون من 60 مليون ل 100 مليون جنيه كحد ادنى. احنا مقدمين مشاريع تطوير داخل استاد السلام، لانه التعاقد مع الوزاره انه كل المشاريع اللي احنا هنقوم بعملها، المشاريع يعني ايه؟ يعني الصالات، يعني تطوير الفي اي بي، تطوير الكراسي، تطوير ده، كل الحاجات دي سوف تؤول ملكيتها الى الوزاره بعد النهايه. فيبقى كل المشاريع اللي بتعملها او كل الاستثمار اللي بتعمله بتسيبه في الاخر للهيئه اللي بتبقى مملوكه يعني للهيئه. فاحنا بنقدر كل المشاريع دي بحوالي 100 مليون جنيه، يعني التعاقد كله تقريبا هيبقى عامل من 100 ل 200 مليون جنيه بين كاش وبين استثمارات مباشره. 10 سنين ان شاء الله. يعني استاد السلام ان شاء الله هيبقى مملوك لشركه او تحت اداره شركه استادات لمده 10 سنوات ان شاء الله.